السلام عليكم ورحمة الله. يوم من أظلم الأيام مرت على المسلمين. طبعا هذا اليوم ما كان يوم الحصار الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في شعب أبي طالب، ولا اليوم الذي تعرض له بلال بن رباح من التعذيب وآل ياسر وغيرهم من الصحابة الكرام في ظل حمل دعوتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. أظلم يوم مر علينا كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، في يوم لم يرى في تاريخ الإسلام أظلم منه، وهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا وصف أنس بن مالك رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الأجواء في المدينة المنورة لحظة وفاته صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وكانت بداية توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان في حجة الوداع، نعم حجة الوداع، فكان صلى الله عليه وسلم في موقف مهيب يودع أصحابه بنزول قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى أبو بكر الصديق عند سماعه هذه الآية، فاستغرب الصحابة لما يبكي أبي بكر وقالوا: ما يبكيك يا أبا بكر؟ إنها آية مثل كل آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختم الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله: ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وقبل وفاته بتسعة أيام، ونزلت آخر آية من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه صداع شديد في رأسه وهو عائدا من جنازة كانت في البقيع، حتى إنه وضع عصابة على رأسه من شدة الألم، وحينها اشتد به الألم، واستأذن زوجاته أن يقضى فترة مرضه عند عائشة رضي الله عنها، فأخذه الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب إلى حجرتها. وقبل 5 أيام من وفاته ارتفعت حرارة جسمه الشريف واشتد عليه المرض، ثم حس بخفة في جسده فدخل المسجد ورأسه معصوب، وخطب الناس وهو جالس على منبره وصلى بهم الظهر. وبعد أن اشتد مرضه أمر أبي بكر الصديق أن يصلي بالناس. وقبل يومين من وفاته صلى الله عليه وسلم كان النبي قد وجد تحسنا في جسمه، فخرج إلى المسجد، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس في صلاة الفجر، فلما رآه أبو بكر قدمه للإمامة بالمسلمين، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. وقد صلى أبو بكر 17 صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احتضار النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتداد ضحى يوم الاثنين، وكان بجوار عائشة رضي الله عنها، فأسندته إليها، وكان موته في بيتها وفي حجرتها. وعند اشتداد سكرات الموت عليه أقر أن للموت سكرات، فرفع إصبعه وشخص بصره للأعلى، وسمعت عائشة منه كلمات فأصغت إليه، وإذا به يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. وقد كررها 3 قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى.